السلام عليكم. في عام 1911 مغامر انجليزي اسمه دونالد ماكنزي غادي يصدر كتاب على مغامره فاشله كان قادها لانشاء مركز انجليزي على سواحل طفايا في شمال الصحراء المغربيه او راس جوبي كيف ما كان كيتسمى في ديك الوقت. الكتاب اسمه خلافه الغرب، وفيه الكاتب كيعاود على كيفاش قدر ينزل في السواحل المغربيه في عام 1878 اعتمادا على تعاون زعيم محلي منسوس كان عنده نفوذ ديك الساعه في الصحراء اسمه محمد بن بيوك، ومن خلال فرقة جنود متزقة بلجيك حاول يمد نفوذه أكثر في منطقة الساقية الحمراء بحماية من الخارجية البريطانية ومن السفارة الإنجليزية في المغرب اللي جاوبت على احتجاجات المخزن المغربي في الأول، كيف ما كيقولنا كتاب تاريخ العلاقات المغربية الإنجليزية لصاحب روجرز بأن تلك المنطقة ما كانت تدخلش ضمن نفوذ السلطان المغربي، لكن هذا ما كانش موقفها الحقيقي، حيت هي في نفس الوقت كانت صيفطت مذكرة سرية للخارجية البريطانية كتقول فيها انه ما كاين حتى وثيقه تثبت ان ديك الارض ماشي ديال السلطان. المهم كيف ما كيقولنا الكاتب محمد بوطالب، البحث اللي نشره في مجله المناهل عدد 36 بعنوان تحرير الحسن الاول للطفايا من الاحتلال البريطاني، ان المولى الحسن عام 1882 هبط في حمله الى سوس ومنها ارسل قوه صغيره لراس جوبي باش يتفاوض مع الانجليز. امام رفض ماكنزي للتفاوض حاصرت القوات المغربية المنطقة وقتلت بعض المنتمين للشركة ودعت السكان لعدم التعاون معها، الشيء اللي أدى لأن الشركة تطلب حماية البحرية الإنجليزية خوفا من الجيش المغربي. جواب المستشارين القانونيين لدى الخارجية الإنجليزية في 29 مايو عام 1888 في برقية لازالت موجودة في الأرشيف الإنجليزي بأنه ليس من حق الشركة أن تدعي أنها لا تخضع لسلطان المغرب وسيادته. الحصار وعدم تعاون المغاربة خلى النشاط الاقتصادي لمشاريع ماكنزي يتدهور، وخلى الخارجية البريطانية تطلب التفاوض مع المخزن المغربي من أجل حل تشتري فيه الحكومة المغربية لبنايات هذه الشركة. وفعلا وقعت اتفاقية في 13 مارس عام 1895، البند الأول منها ينص حسب كتاب خلافة الغرب ديال ماكنزي وحسب كتاب العلاقات الإنجليزية المغربية ديال روجرز على أن الأرض بين وادي درعا وبوجدور وحتى مناطقها الداخلية هي كلها أراضي تابعة لسلطان المغرب. هذه الاتفاقية وقعت بعد وفاة السلطان المولى الحسن الأول بسنة تقريبا، فأجي نعودوا الحكاية ديالو من الأول. في عام 1247 هجرية كيف ما كتب الفقيه العلامة أبو العباس أحمد بن طالب بن سودة أي ما يوافق 1831 أو 1832 ميلادية ولد الحسن بن محمد، في عصر كان فيه جد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام بقي عايش وفي الحكم. الروايات كتقول أنه كان عزيز عليه بزاف، ورغم أن هذه القضية تقدر تبان لك بديهية دابا ديال أن الجد يتعلق بحفيده، إلا أن العلاقات الأسرية عند المغاربة في ذلك الوقت كانت مبدلة شوية، والأطفال كانوا عادة قبل كيكبروا بعاد على الرجال. السلطان المولى عبد الرحمن باش يعلم حفيده ويقريه مزيان جاب ليه أفضل الأساتذة والمعلمين، كما أنه أرسلوا يعيش شوية في الدار ديال خالو الصدر الأعظم العربي الجامعي لاكتساب المعارف، وسبب ذلك كيف ما كيقولنا ابن زيدان في الإتحاف هو للإطلاع على ما لم يطلع عليه غيره من أفراد العائلة الملكية. فمنين غادي يكبر شوية غادي يرسلوا جده مرة أخرى لمنطقة أحمر فين كاين اليوسفية دابا باش يزيد يتعلم ويقرأ. المصادر التاريخية كتقولنا أنه بسبب هادشي الحسن الأول كبر من صغره وهو شغوف بتحصيل العلوم الدينية والأدبية والرياضية، مولع بلقاء العلماء، وسيعرف عليه من بعد وهو سلطان أنه كان كيصحح حتى الأخطاء الإملائية في الرسائل ديال الكتاب ديالو، وحتى أيام كان باقي أمير. أبا السلطان محمد الرابع شاف فيه أنه الأولى من كل الأبناء بولاية العهد رغم أنه ما كانش الأكبر فيهم، ولهذا بدا كيستخلفوا وكيكلفوا بمجموعة من المهمات منها قيادة عدة حركات لإخماد ثورات القبائل في حلب سوس في تادلة والشاوية وغيرها، بالإضافة إلى إشراكه في بعض الإصلاحات الإدارية والعسكرية اللي كانت بدات في ديك العهد ديال باه بعد صدمة هزيمة حرب تطوان ديال عام 1860 اللي هضرنا عليها في حلقة محمد الرابع. في سنة 1873 غادي تكون وفاة السلطان الأب، وفي هذا النص غادي صورنا الناصري في الاستقصاء دخول المولى الحسن إلى مراكش بعد ما كان في مهمة خارجها في حاحة، كيفاش غادي يستقبلوا حشد كبير من كبار الموظفين وأعيان البلد مع نسائهم وأبنائهم لتعزيته وفي نفس الوقت لتهنئته ببيعته كسلطان جديد على المغرب. وهذا المشهد وصفه الناصري بأنه موسم من مواسم الخيرات، حيث بعد استقرار الحسن الأول في القصر غتجيه الوفود من أغلب المناطق المغربية كيف ما قال الناصري لبيعته ولتقديم الهدايا له. الحاجب موسى بن أحمد
كان في ديك الوقت هو اللي شرف على بيعته، واعتبر أن أي واحد كيمتنع على بيعة الحسن الأول فإن دمه مباح. لكن الناس فاس كان عندهم رأي آخر. بدأت فترة المولى الحسن الأول بثورة تسبب فيها الدباغين في فاس بين عام 1873 وعام 1874، واللي شرط أصحابها إسقاط المكوس من على أبواب الأسواق، اللي هي ضرائب كان فرضها السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن باش تساعد خزينة الدولة لدفع غرامة حرب تطوان لإسبانيا. ورغم أن المولى الحسن الأول غادي يقدر يقمع هذه الانتفاضة بالقوة كيف ما كيقولنا ابن زيدان في الإتحاف الجزء الثاني، إلا أن الثورات والفتن لن تقف عند هذا الحد، بل غادي تمتد للقبائل المختلفة في مناطق متنوعة من المغرب. ومنذ بداية فترة حكم المولى الحسن الأول إلى نهايتها، السلطان غادي يضطر أنه ينتقل بزاف المرات بنفسه لإخماد هذه الثورات. إبراهيم حركات في كتابه المغرب عبر التاريخ كيقولنا أن المناطق التي استهدفتها حركاته كانت هي الأطلس والمغرب الشرقي وسوس وتفيلات وغمارة والحوز، وكلها حسب الناصر في الاستقصاء كان السلطان فيها كيمزج بين الليل والعنف، مثل الحركة اللي مشات الـATUC في الأطلس المتوسط بعد انقلابهم على عاملهم. وفي نهايتها تم سجن المتمردين وقطع رؤوس بعضهم وتعليقها في الأبواب بأسوار فاس لبث الرعب وإعطاء العبرة للبقية من الشعب. أحيان أخرى كان الحسن الأول يوقع بأعدائه من أفراد القبائل الثائرة بالحيلة والمكر، مثلا ملي جاوه أولاد أبي السباع اللي كانوا كيتظاهروا بالطاعة وكيبعد عليهم المخزن كثورة، ودخلوا لقصر السلطان وتوسطوا المشوار، أغلقت عليهم الأبواب وجردوا من السلاح وحملوا إلى السجن، وكانوا 280 فرد، وغرمهم المولى الحسن الأول 60,000 ريال بعد ما باع ماشيتهم بثمن بخس. هاد السياسة غادي يكون عندها نتيجة، حيث بعض المناطق المتمردة غادي تخاف وتدخل بالفعل إلى باب الطاعة، غير حيث شافت قوة تنكيل المخزن بجيرانها. مثلا بعدما تم التنكيل بالثائرين في الجديدة، ناس أزمور بالخوف والخلعة غادي يستقبلوا السلطان الحسن الأول بالفرحة والسرور، فغادي يقابلهم حتى هو بالفرحة ويدعي معهم كيف ما ذكر الناصري. وكذلك القايل الكنتافي اللي كان خارج على سلطة المخزن في الأطلس الكبير بعد انتشار خبر إعداد المخزن للحركة تستهدفه، خوف من المولى الحسن الأول غادي يخليه يجي يطلب العفو منه ويقدم الشفاعات والذبائح والعارات حتى يعفو عليه السلطان مقابل أنه يدفع الضرائب عليه. السؤال اللي كتطرح هنا، شنو سبب هذه الثورات؟ وعلاش هاد القبائل كلها فضلت التمرد ومواجهة المخزن للأمن والأمان؟ أنا نقول بعد هزيمة حرب تطوان مع إسبانيا في عام 1860 وما تلاها من فرض معاهدة صلح قاسية على المغرب، بحال اللي شفنا في حلقة سيدي محمد بن عبد الرحمن، القوى الأوروبية استغلت ضعف المغرب وهزيمته، وحتى خوفه من هزيمة أخرى تطيح به وتسبب في احتلال البلاد بحال اللي وقع في الجزائر، فدفعته لتوقيع معاهدة تجارية تكون في صالحها هي، مثل معاهدة 1856 مع بريطانيا ومعاهدة 1861 مع إسبانيا ومع فرنسا في عام 1863. وملي كنقولوا دفعاته فهي حرفيا كانت كتستدعي بوارجها الحربية للسواحل المغربية وكتهدد بقصف المدن إذا ما تسمتش الموافقة على مطالبها. موجب هذه المعاهدات المخزن ما بقاش عنده حق يوقف السلع الأجنبية من التدفق على المغرب، وما رجعش عنده حق يزيد الجمارك عليها، بل حتى ديك فلوس ديال الجمارك كانت كتاخذ نصفهم إسبانيا باش تخلص الغرامة ديالها، حيت هي كانت معينة مراقبين ديالها في الموانئ المغربية، والنص الآخر إنجلترا كانت كتاخذ فيه النص حيت هي سلفت للمغرب باش يدفع مقدم الغرامة لإسبانيا. غادي يتزاد عدد التجار الأجانب المستقرين في الموانئ المغربية وعندهم الحق في منح حمايات للمغاربة. هذه كانت غير البداية، حيث في عام 1886 تكتلت الدول الأوروبية كلها باش تنتزع امتيازات تجارية جديدة من المولى الحسن الأول، في حال تخفيض الرسوم الجمركية أكثر وأكثر وتصريح تصدير الحبوب اللي كان المخزن كيمنع تصديرها خوفا من المجاعة بحال القمح والشعير ومعهم حتى المواشي، مدعي أن هذا سيعود على المخزن بالنفع من خلال مداخل جديدة. إلى جانب التجارة، فالأوروبيين بدأوا كيتوغلوا كذلك في الفلاحة، كيف ما كيقولنا محمد أمين البزاز في كتابه تاريخ الأوبئة والمجاعات في المغرب، فالأوروبيين بدأوا كيأثروا على الزراعة المغربية المعيشية المبنية على الاكتفاء الذاتي، خصوصا في أوقات قاسية حل سنة 1878 اللي ضربت فيها المجاعة المغرب، واللي أدت بالمخزن إلى عوض أنه يصدر الحبوب ويبحث عن حل لاستيرادها من أوروبا لإطعام سكان المدن. هاد السنة 1878
كانت سنة سوداء على المغاربة، حيث في نفس العام والمجاعة ضرب المغرب ومأزمة الأوضاع، غادي يجي وباء فتاك في مكناس وفاس وغادي يقتل الكثيرين. غادي يذكر مارتنس أسبابه وغادي يقول بأن هذا الوباء لم ينتشر إلا بسبب نضرة الخبز وغلاءه، وبسبب الإفراط في تناول الفواكه الفاسدة والمياه الملوثة وسوء النظافة. وهذا المرض هو اللي غادي يتعرف عند المغاربة بوغلي، اللي ما غادي يختفي حتى يظهر وباء آخر وهو التيفويد. الناصري في كتابه الاستقصاء غادي يوصف هذا الوباء بالحمى، وغادي يذكر أنه تسبب في خسائر بشرية كبيرة، منهم صدر الأعدم موسى بن أحمد اللي توفي بالوباء في يناير من عام 1879 قبل ما يتزاد وينتشر وينتقل مع حركة المولى الحسن الأول من مراكش متوجه إلى فاس. هذه الحركة سمتها المصادر المغربية بحركة الوباء، إذ خلالها توفي الكثير من الناس سواء في صفوف قبيلة المنطقة الثائرة أو في جيش السلطان. للأسف هذه ماشي نهاية المشاكل، حيث سنة 1882 غادي تكون سنة قحط كبير، وغادي تخلف أزمة غذائية ومجاعة كبيرة أكبر حتى من أزمة 1878، كانت أكثر شدة في الأقاليم الجنوبية للمغرب، حتى ولا عام 1882 مضرب المثل بسوس. رسالة للسلطان الحسن الأول كيصور كارثة المجاعة بحاحة وكيف من شدتها ولات كتبان على وجه الناس، لكن مع ذلك المجاعات غادي يعاودوا يضربوا المغرب في عهد المولى الحسن الأول، وهذا المرة في نهاية حكمه ما بين 1890 وعام 1894 بسبب الجفاف والجراد وانتزاع الدول الأوروبية من السلطان الحسن الأول حق تصدير الحبوب. هذه الأزمات والأوبئة والتدخل الاقتصادي الأوروبي في القطاعين التجاري والفلاحي واستفادة المغاربة من بطاقات الحماية سبب للبلاد أضرار كبيرة، حيث هاد الناس المحميين كانوا ما كيخلصوش الضرائب وما كيخضعوش القانون المغربي، كيخرجوا المنتوجات والمحاصيل من المغرب كيزولوها من السوق المغربية اللي أصلا محتاجها بلا ما تقدر الدولة تمنعهم ولا تربح معهم شي سنتيم، وفي نفس الوقت كينافسوا باقي التجار والفلاحين المغاربة اللي رغم أنهم متضررين إلا أن الدولة اللي تهي محتاجة ماليا ماشي غادي تعاونهم بل غادي تفرض عليهم ضرائب أكثر وخا الجفاف وخا الأوبئة. فالخيارات كتبقى لهم أنهم إما يتزادوا فقرا ويدفعوا اللي عليهم، أو في حال اللي شوفنا في الفقرة اللي فاتت أنهم يتمردوا على المخزن. المولى الحسن الأول كان عارف هاد المشاكل، كان ظهر له أن البلاد محتاجة إصلاحات وتحديث باش تقدر تحفظ وحدتها داخليا وباش تقدر أيضا تواجه الخارج في حالة وصول جيش أجنبي، لكن الإصلاحات محتاجة إنفاق وفلوس بزاف، والفلوس ما كاينينش، خاص جمع ضرائب أكثر باش تتوفر، وإذا اقترضتي الأوروبيين غادي يدخلوا أكثر، وإذا فرضتي ضرائب أكثر فغادي تتاح البلاد تمردات أكبر. كانت فحال شي دوامة، عليها المولى الحسن في بحثه عن حل طلب الدول الأوروبية بوضع حد لهاد الحمايات، وأرسل سفارات للخارج باش يشرح وجهة نظره للأوروبيين، منها سفارة خلدها دريس الجعيدي السلاوي في كتابه إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار، لكن كيف ما كيقول المثل الشعبي ما قدوا فيل زادوا فيلة، حيث في عام 1880 غادي ينعقد مؤتمر مدريد واللي افتتح أشغال وسلاها تحت تهديدات البوارج الأوروبية للسواحل المغربية، وفيه قبل المغرب تفرض عليه معاهدة مدريد بل ويتفرض عليه الاعتراف الرسمي بحق منح الدول الأوروبية الحماية لرعاية. هذا المؤتمر كان أيضا بداية لطمع الدول الأوروبية باحتلال أجزاء من الأراضي المغربية، مثل ما قامت به إنجلترا عام 1880 بالتصرف في الشواطئ الصحراوية المغربية سلميا عبر إنزال مواطنيها مع كميات من السلاح المهربة لاستقطاب السكان زعما واستغلال فقرهم، لكن هذه المحاولة فشلت. الإسبان حتى هما بعد 15 سنة من توقيع معاهدة الصلح بين المغرب وإسبانيا بعد هزيمة تطوان، الإسبان غيقدموا طلبين للمولى الحسن الأول عن طريق نائبه في طنجة محمد برقاش. الطلب الأول كان هو الحصول على الموافقة لبناء تحصينات عسكرية حول المنطقة اللي تسلمت لهم في مليليا، حيث كان شروط الصلح في هزيمة حرب تطوان أن مليليا توسع الحدود ديالها. الطلب الثاني كان هو أنهم بغاو من السلطان يسلمهم منطقة سيدي إفني وفق معاهدة الصلح اللي تنص على التنازل عليها. السلطان التجأ للتسويف وطلب من ممثله أنه يأخر هذا الطلب ويأجل حتى يتنسى زعما، حيث المولى الحسن الأول كان في تلك الأيام يعمل من أجل تحديث المغرب وحط كل أمله على التغييرات اللي كان يقوم بها في الإدارة والجيش وعلى بعثات الطلبة المغاربة لأرسلهم للخارج على أمل أن رجوعهم بالمعرفة يفيد المغرب وينقذوا من المصير اللي طاحت فيه تونس بسقوطها تحت الحماية الفرنسية. لكن هل تفيد محاولات رجل واحد؟ حين وصف السفير الإنجليزي في المغرب السير إدراموند هاي السلطان الحسن الأول، فهو قال عليه أنه أول سلطان في تاريخ المغرب يبدي تفهم لأهمية إدخال الحضارة، لكنه رجع وقال عليه في رسالة أخرى للخارجية الإنجليزية بأنه السلطان يواجه مهمة صعبة للغاية
بسبب ما يحيط به من مستشارين جهلاء ومتعصبين. الإدارة المغربية فرأي السفير الإنجليزي كانت هي من بين الأكثر فسادا في العالم، وذلك مفهوم نوعا ما حيث موظفين المغاربة في ذلك الوقت من وزراء وكتاب وتقياد وأمناء ما كانش عندهم حتى ذلك الوقت راتب صالير شهري زعما يعيشوا به، بل كانوا في الغالب كيضطروا يعيشوا على الرشاوي والهبات اللي قدروا يحصلوا عليها سواء من محيط السلطان أو من الناس العاديين أو من الأجانب. عليها كان لابد أولا من إصلاح هذه الإدارة حتى هي لضمان أن أوامر السلطان اللي باغي التحديث وتوجيهاته تتطبق وتكون عندها نتائج على البلاد. لكن في الحقيقة المغاربة أمام التفوق الأوروبي أمام ضيق الوقت تجهوا أكثر نحو الإصلاح الجبائي باش يدخلوا فلوس أكثر، وإصلاح الجيش ومحاولة تحديثه بس زعما يواجهوا الخطر الأجنبي اللي كان قريب. ومن أجل ذلك اشتغل مولى الحسن على مر العهد ديالو السلاح بكثرة من الخارج، وجاب مدربين يدربوا الجيش ديالو، وصيفط بعثات دراسية لأوروبا وحتى الأمريكا أغلبها مرتبطة بالقطاع العسكري من هندسة عسكرية ومدفعية وميكانيك. هذه البعثات ستصرف عليها مبالغ طائلة لتكوينها، لكن بزاف منها ستفشل حتى وهي مازال في طور التكوين، بحال البعثة المغربية اللي مشات لمدرسة الهندسة في مونبولي بين عام 1885 وعام 1880، واللي كيقول عليها جاكاي بحث المنشور في مجلة هيسبري السامودة ديال عام 1955 أن أعضاءها إما كانوا غير ملتزمين بالدراسة أو كيقيلوا في الحبس الجرائم داروها أو أنهم كانوا أغبى من أنهم يقدروا يفهموا شي حاجة في الدروس. وكيقول أيضا أن حتى التلاميذ اللي تميزوا من هذه البعثة لم يلاقوا أي نجاح عند عودتهم للمغرب، وتا واحد ما عاود سمع عليهم شي حاجة من غير واحد اللي غادي نجبروه بعد سنوات تجنس ورجع فرنسي وحصل في عام 1912 مع سجناء أحمد الهيبة الفرنسيين في مراكش. المشكل كان في الاختيار، حيث بزاف الموظفين كانوا كيختاروا إما أقاربهم أو أبنائهم أو أبناء أعوانهم باش يمشيوا هما يقراوا في الخارج حاجات ما مستعدينش ليها، وتا التلاميذ اللي كيديروا مجهود شخصي وكيشتهدوا وكينجحوا ومنهم بزاف فحتى تلاميذ الجنود اللي كيشيد بهم السفير الإنجليزي في هذه الرسالة كانوا من اللي كيرجعوا كيلقاو غالبا الباب مسدود وما كاينش مكان ليهم، حيث الوزراء ورجال الدولة التقليديين كانوا كيشوفوهم منافسين ليهم فكيرميوهم بالإلحاد والكفر. فحال اللي كيقولنا أحد هاد الطلاب اللي هو الطاهر بن محمد بن الحاج الأودي مخطوط كتاب كان كتبه اسمه الاستبصار في عجائب الأمصار، لكن رغم كل شيء مصير الطاهر الأودي كيبقى أحسن من مصير الطالب محمد الكعاب اللي بعد وفاة المولى الحسن الأول غادي يرسل رسالة للصدر الأعظم بحمد من ليش بلجيكا باش يقول له راكم نسيتونا، راه دازت علينا 7.5 سنين وحنا هنا. في 3 من شهر ذي الحجة عام 1311 هجرية أثناء حملة باتجاه إتخمان أدركت الوفاة المولى الحسن الأول، وتم نقل الجثمان دياله إلى مدينة الرباط وتم غادي يتدفن إلى جانب جده السلطان سيدي محمد بن عبد الله بالدار العليا كيف ما ذكر إبراهيم حركات قصر أكذال. شنو وقع بعد وفاته وكيفاش وصل للرباط بلا ما يحس حتى واحد، هادشي كله غادي نشوفوه في حلقة خاصة على الصدر الأعظم بحمد. لكن دابا قولي أنت شنو بالك؟